غسلنا كل الهدوم اللي اخترناها. غسلناها ونشرناها وصلحنا العيب اللي فيها كمان. ماشي، وانا برضو انا بكوي هتاكد كده اذا كان في بقعه او قطعه او في زرار واقع، بس ممكن ما نكونش ناخد بالنا يعني. صح معاكي حق. وانا دلوقتي اهو هحط كل القطع دي اللي انت كويتيها في الكيس وارصها كويس، وانت لو احتجتي اي مساعده قوليلي. ماشي. السلام عليكم يا بنات. عليكم السلام. دا ايش ملاحظين حاجه؟ واحنا بصراحه ملاحظين بس مش عايزين نتكلم. ليه ما تتكلموا؟ عايزين ان انتوا طبعا منبهرين باللبس اللي انا لابسه ده. اسمها منبهرين. ايوه منبهرين دي. ايه رايكم؟ بصراحه كده يا شيكه لبسك مش متناسق مع بعض خالص. صح. الله يخليكي، شكرا. الله يخليك، شكرا. مش بتشكري فيها؟ مش بتشكري فيها؟ ولك لبسك مش متناسق خالص. مش متناسق؟ ايه ده؟ يعني ايه مش متناسق؟ يعني انا بقالي اسبوع برتب فيه. اسبوع؟ ولبست السجاده دي كانت محطوطه في الصاله، وتقولوا لي في الاخر مش حلوه؟ صراحه كده يا شيكا محدش يلبس كده اللبس اللي انت لابسه، لبس قديم مع جديد. ما ده تسارع الاجيال. طب ثانية واحدة، هو انت بقى قلت خسارة التربوش ده، يعني خسارة المية وكده، فقلت تستخدمه صح؟ ايوة. انت مش عارفين الحاجات دي بتاعت مين اصلا؟ بتاعت مين؟ دي اثار عيلتنا. اثار؟ ده ورث. ده ورث؟ ورث واثار؟ إيه؟ ايوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله. انا جبت لكم الهدوم اهي القديمة بقى وغسلتها كويس، ومحتاج بس ان هي ايه بقى تتكوي بقى من ايديكم الحلوة دي وتظبطوها. ماشي ان شاء الله يا بابا. هنكويها ونحطهم في الكيس زي هدوم. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ ده ما عرفني التنكر هيبهدل. ايه ده، انت ما عرفتنيش ولا ايه؟ لا انا عارفك، مش انت الشياكه؟ ايه ده، ده عرفني. عرفتني ازاي؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه رايك؟ رايي في ايه؟ انت بتعمل الفكره اللي انا عملتها، بتجيب اللبس القديم اهو. اللي هي فكره ايه؟ فكره اللبس القديم. ايوه، ما يعني انت ايه اللي انت لابسه؟ يعني انا مش فاهمك. مش ما هو ده، انا هحكي لك. انت عارف الجاكيت ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ ده يا ده بتاع جدي 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 جدي. بس استنى، فاضل واحد. جدي ايه يعني؟ يعني ايه فرحتي جدي 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 جدي؟ لا فاضل واحد. واحد مين؟ عم مقصود. عم مقصود مين؟ جدي. طب يعني ايه بقى، ايه دخل ده؟ ايه ده، ايه ده؟ لابس جاكيت على تلفيحه، على طاقيه، على منديل، على بنطلون جينز، على كوت، يعني مفيش تناسق خالص يا شياكه. ازاي انت، ايه ده؟ انتوا قلتوا له بتاع التناسق ده؟ ازاي عملتوا كده؟ عملنا ايه؟ يا شياكه اللبس يعني لازم يبقى ماشي مع بعضه، راكب على بعضه. ما هو انت لو كنت بتتابعنا كنت هتعرف ان في حاجه اسمها الالوان اللي راكبه على بعضها. انت لابس دلوقتي جاكيت بدله قديم جدا على بنطلون جينز جديد جدا على كوتش جديد، على ايه اللي فوق ده؟ اقول لك يا شياكه على حاجه بصراحه، يعني كده يعني بالحق حد يلبس جاكيت بدله قديم قوي مع بنطلون جينز مودرن وجديد؟ ما دي فكره بقى، انا عايزه ادخل الجديد في القديم واعمل اوت فيت على مزاجي بقى. طب انا اقول لك، حد يلبس التربوش القديم مع الكوتشي الجديد المودرن برضه؟ موضه. انت فاهم الموضه غلط. مش هما بيعملوا كده؟ طب هو في سؤال يا شياكه، يعني ينفع تاكل بسبوسه بالملح؟ ايه ده، لا. رز بلبن وتعصر عليه ليمونه؟ يعني ايه ده، لا. كنافه بالسكر وتقوم حاطط عليها جبنه قديمه؟ ايه يا عم الاكل اللي يوجع البطن ده؟ اهو اللبس بتاعك ده برضو يوجع البطن. وانت ايه اللي خلاك هتاكله؟ ما انا مش هاكله، هو هيوجع عينيا ان انا شايف حاجه مش راكبه على بعضها. ما انا برضو عشان اشوف حاجه شياكه لازم برضو يبقى ليا رؤيه، فالكادر اللي هو المربع بتاع البني ادم اللي انا شايفك دلوقتي تعبني، خانقني. يعني لو في زبون دخل المحل دلوقتي وعرف ان انت شغال معانا ولابس اللبس ده، استحاله ان هو ياخد من عندنا حاجه. طب ما انا بصراحه انا ده لبس جدي 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 جدي. بس ما تقوليش فاضل، مش عايز عبد المقصود خالص.
ما انا قلت حرام ارميه استخدمه، لان اصلا على فكره الجاكيت ده كان ليه بنطلون شبهه. ايوه، فين بقى البنطلون اللي شبهه؟ في المطبخ بمسك بيه الحلل عشان هو اتقطع. اتقطع. يبقى انت ممكن اشياك تعمل حاجه اسمها اعاده تدوير زي البنات اللي بتعمله دلوقتي. ايوه فهمت. صح. انا هقول لك يا شيك على حاجه، احنا نستفيد بالهدوم بتاعتنا دي، وبس طبعا عشان نلبسها كلها فوق بعض يعني، وهنتبرع بيها لجمعيات مخصوصة بتبيعها من المصانع اللي هما بيعدوا إعادة التدوير. والفلوس بقى اللي بياخدوها بيدوها الفقراء المحتاجين. الفقراء المحتاجين كده نبقى ساعدنا الفقراء المحتاجين. خدت بالك؟ صح. خدت بالي في ايه؟ في الكلام اللي قالوه، اللي هما أصغر منك. زائد يا عم شياكة، انت البدلة دي الموديل بتاعها انتهى خلاص، فانت ممكن تستفيد بيها اعادة تدوير، ان انت تعمل الجاكيت ده ممكن تقصه كده ويتظبط يبقى مفرش لترابيزه صغيره، اتبرع بيه لحد محتاج وحد بردان، حد يبقى كويس مش تقيل، ومش هيقول ان انا واخده من جد 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 جد. ما تقوليش بس يعني، انا عارف مش فاضل حد، انت عديت لي 500 جد، مين هيحفظ 500 جد؟ خلاص انا فهمت بقى، انا الهدوم القديمه اللي عندي المفروض بدل ما ارميها او اخليها في الدولاب اديها لحد غلبان يستفيد بيها. ايوه. صح. وتعمل حاجه اسمها اعاده تدوير، يعني الف الجاكيت الناحيه الثانيه يعني بدل ما هو كده اقوم لفه كده. بص يا شياك، بص يا شياك، هتضرب؟ لا مش هضرب، ودي ما بتتلبس على جاكيت خالص. ما دي كانت مفروشه في الصاله. ما هو انت برضو ما تجيبش الصاله معاك. استنى، يعني كده نقش. وقف بنات، عشان انا مش عايز اتعصب، الحاجات دي تاخدوها تعملوا لها اعاده تدوير، ويا ريت تعملوا للشياكه كله اعاده تدوير، ويلا بسرعه عشان نبدا حلقه النهارده من برنامجنا جمال والشياكه. تعالى عايزك. استنى بس، الجاكيت هيتقطع، ده بتاع جد 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 بس فاضل واحد عبد المسؤول.